بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي أولياء أمور وطلبة وطلبات الصف الرابع لابتدائي اللغات، معكم مستر طه الغيطي من قناة ذاكر لي حساب وماس. النهاردة إن شاء الله هناخد ليسون نمبر 8 دي اللي هو بيتكلم عن حاجة مهمة جدا، approximating to the nearest unit. الدرس ده مهم جدا، فيه أفكار حلوة وكتيرة، فعايزين كده نركز مع الاولاد ونعرف ازاي احنا هنشرح لهم الدرس ده. اول حاجة انا بفتح لهم صفحة الشرح، ما بخليهمش يعني يبصوا على اي حاجة، وبنزل له كده على الامثلة المحلولة دي، الاكزامبلز دي المحلولة. بقول لي هنا approximate each of the following numbers to the nearest unit، وله اسم تاني اسمها whole number، فلازم اركز عليه واقول له خلي بالك ان اليونت هي الهول نمبر. يعني لو جالك يونت او جالك هول نمبر هيبقى نفس الطريقة ونفس الاجابة. في البداية انا بقول تاني اهوت، طبعا لو جيت اراجع على الابروكسيميتد تو ذا نيرست 10 او 100 او 1000 اللي احنا خدناهم في الدروس اللي فاتت، ممكن يكون بنت ناسيهم، فده طبيعي على فكرة. وان شاء الله على الفيديو الجاي هنقدر الخص لكم الموضوع ده كله في ورقة صغيرة كده، وانت هتكتبوها وراها في الفيديو علشان الولد تبقى مرجع للولد في اي وقت. طب يعني ايه approximating each of the following numbers to the nearest unit او whole number؟ كل في البداية هقول له هبص على النمبر او الديجيت اللي قبل الديسيمال بوينت اللي قبليه. طيب فين اللي قبله وفين اللي بعد؟ يعني مثلا عند النمبر زي ده كده، ولازم اخلي يعني يعرف يفرق ما بين اللي قبله واللي بعد. الديسيمال بوينت دي هي دي كده، اللي قبل هي دي النمبرز، والديجيتس اللي بعد الديسيمال بوينت اللي هي ديت. فدي اللي قبل دي بيفور ودي افتر، تمام؟ يبقى دي اللي قبل ودي اللي بعد، دي اللي قبل ودي اللي بعد، تاني دي اللي قبل ودي اللي بعد. فانا بقول هنا هبص على اول ديجيت، ذا فيرست ديجيت بيفور ديسيمال بوينت. من هنا البوينت هيت من اللي قبلها هيكون ال1. طب من هنا من اللي قبلها ال5، من هنا ال6، من هنا الزيرو، من هنا ال7، من هنا ال2. بس كده هسأل نفسي بقى، او هخليه يسأل، هل يا ترى الوان ده يعمل بروفايد ولا نوت بروفايد؟ يعني يزود ولا ما يزودش؟ ممكن يكون ناس الارقام ان هي اللي بتزود وان هي اللي بتزودش. فالوان طبعا مش هنزود، فانا بكتب 28 زي ما هي. انا بتعمد ان انا بحل معاي المسائل المحلولة ليه؟ علشان التمارين اللي موجودة في كتاب المعاصر مش هديها له هوم وورك، لا ده اخليه يحلها قدامي. طب تمام، وهنا برضو نفس الكلام، من هنا اللي قبل الديسيمال بوينت ال5، ال5 يدي 2 يعمل بروفايد 2، يبقى 53. ال6 هنا هل يا ترى يعمل بروفايد 2؟ يا فال2 ديت هتبقى 3، وهنا 0 وهنا 4. ال2 ديت تعمل بروفايد؟ لا ما تعملش بروفايد، ما تعملش بروفايد، يبقى 0 ده زي ما هو. ال7 يدي لل0، ايوه يبقى هيعمل ايه؟ 1. الزيرو طبعا مش هيعمل بروفايد، فعلشان كده هتبقى 257 زي ما هي. فيها مشكله لحد دلوقتي كده؟ لا ما فيش فيها مشكله. طيب في مساله بقى جديده، يعني ممكن يجيبها برده في الابروكسيميت تو ذا نيرست يونت. لما يجي يقول لي مثلا ايه 14 وهنا 3 اوفر 5، واللي قال لي هنا مثلا اعملها لي ابروكسيميت تو ذا نيرست يونت. طيب في طريقتين اللي انا ممكن اعمل convert الفراكشنز ده to decimal point او decimal number، بس لها حل سهل وبسيط عن الconvert ده. ايه هي؟ لما يجيب لك fractions، لما يجيب لك fraction ويقول لك اعملها لي approximate to the nearest unit، كل اللي انت هتعمله هاجي على النوميريتور ده ومقايله باي 2 بس. النوميريتور بس يعني ما اروحش عند الديمونيتورز برضو اعمل نفس الشيء، لا النوميريتور بس. 2 باي 3 اضربها، 2 باي 3 ايكوال 6. هل يا ترى ال 6 اللي طلعت لك ديت اكبر من ال 5؟ اكبر من اللي تحتيها؟ يفكر كده، يبقى اكبر، فعلا كبيره. يبقى هنعمل بروفايد على ال 14 تبقى 15، دي 5 وزي ما هي 1. طب لو مش اكبر يبقى مش هنعمل بروفايد. ازاي برضو؟ لما يقول لك مثلا 13 برضو 1 اوفر 3، ها دي باي 2، 1 باي 2 ايكوال زي 2. هل يا ترى 2 ديت اكبر من 3؟ ال 2 اكبر من 3؟ لا طبعا، خلاص يبقى دي اتكتب زي ما هي. يبقى ال 13 دي زي ما هي، ما فيش فيها اي مشكله. خلاص يبقى لو كان النوميريتورز بعد التايمز 2 او بعد ما اضربها في 2
الريزلت اللي طلعت لي اكبر من 3 او اكبر من الدايجنوستكس بتاعتها، ففي الحاله ديت هنعمل بروفايل على الهول نمبر اللي جنبيها. طب لو ما طلعتش يبقى الهول نمبر ده زي ما هو. تعال كده نبتدي نحل. برضو هتعمد ان انا احل معاه في المساله الاولى ديت او الصفحه الاولى ديت. قال لي هنا تو ذا نيرست يونت، يبقى انا هبص على مين؟ على ال 3 ديجيت 3. ال 3 ده هيعمل بروفايل ولا نوت بروفايل؟ طبعا مش هيعمل بروفايل، خلاص. فال 3 ديت خلاص كده، فدي 28 زي ما هي. طب النمبر لاين ماليش دعوه بالنمبر لاين دلوقتي. طب هنا برضو تو ذا نيرست يونت، يبقى هنا ال 7 ال 7 يدي لل 6، ايوه 7 1. طب اللي بعديها ال 2 ال 2 تعمل بروفايل؟ لا طبعا، لا طبعا ما تنفعش. فال 57 دي زي ما هي. ال 5 دي تعمل بروفايل على الزيرو، يا تعمل يبقى 1 و 4 و 1. وال 8 دي تعمل بروفايل على ال 1، يا تعمل يبقى 2 و 8 و 5. وال 6 نفس الكلام تعمل ايوه 1. خلاص كده يبقى انا كده عملت معايا مع الواجب بقى وزياده. طب وبعد كده ابدا بقى في الصفحه اللي وراه واقول له يا حبيب قلبي تعالى بقى حلهم لي بقى قدامي. هتعمد برضو ان انا اقول له ما تحلش ده، ما تحلش ده، ما تحلش ده ولا دي. اي فراكشنز ما خليها في الاخر كده عشان يركز اكتر في الاكزامبلز او المسائل اللي هي في بالديسيمال بوينت، تمام. واخليه يحل، اخليه يحل واتابعه، يعني اخليه يحل واتابعه، تمام تمام. ممكن يغلط، ممكن ما يغلطش، ممكن يكمل، ده كويس جدا عادي. انا كده اتعامل معاه اقول له ايه، كل ما تحل معايا اكتر يعني تحل الجزء المطلوب منك مش هديك هوم ورك. فعلا انا مش هديك هوم ورك، وده يفضل فعلا على فكره في الدروس اللي زي ديت. يحل كتير عشان معلومه تثبت في دماغه. ما اقولوش مثلا حل الصفين دولت تمام من اول A لحد F كده واقول له الباقي بقى هوم ورك، لا ما ينفعش، لان برده معلومه مش هتثبت في دماغه قوي. وعلى فكره انا بعملها مع طلبه كتير، يعني في السنين اللي فاتت كنت بعمل نفس الحكايه كده وباجي ابص ما عملش الهوم ورك بتاعه. بس بعد كده لما جيت اقول له مثلا ايه مش هديك هوم ورك بيفرح جدا واخليه يحل كل ده قدامي. هيفرح ان انا هقول له ان انت مش هتاخد هوم ورك، فعشان كده بيبقى سريع جدا وبيحل ومبسوط من كل حاجه. طب تمام خلاص كده تمام، عرفنا ان هو الولد خلاص هيحل الكلام ده. طب دلوقتي امسك بقى معاه الفراكشنز دي. ده طبعا 7 اوفر 10 وده احنا خدناه قبل كده. 7 اوفر 10 ال 7 ده بتنزل زي ما هي، لازم اعملها كونفرت الاول من الفراكشنز للديسيمال بوينت. او سيبك انت خالص من الحته ديت، ممكن اقول له ايه احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا نضرب في الايه في 2، صح ولا لا؟ 2 باي 7 ايكوالز ايه؟ 14. هل يا ترى ال 14 دي جريتر ذان ذا دينوميتورز او جريتر ذان ال 10؟ اكبر من ال 10؟ صح اكبر، يبقى نزود، يبقى نعمل بروفايل. بروفايل على مين؟ على اللي جنبها. طب انا جنبها ما فيش حاجه، ده اللي جنبها ده كتاب. لا انا بتكلم في النمبر ده علامه دي، هنا زيرو بس ما كتبش، فهتعمل ايه؟ 1. وخليه اتعامل ده ان انا اساله ما اقولوش المعلومه جاهزه، تمام يا جماعه؟ هنا برده نفس الشيء، برده باي 2. 2 باي 3 ايكوالز ايه؟ 6. 6 اكبر من 5؟ يبقى هنعمل بروفايل على اللي جنبها تبقى ايه؟ 1. طب تمام. هنا 3 كوارترز، 3 كوارترز برده نفس الشيء، اقول له باي ايه؟ 2. 2 باي 3 ايكوالز ايه؟ 6. 6 جريتر ذان 4، يا يبقى نعمل بروفايل على 7 ديت هتبقى 8 6 9. طب تمام. هنا برده باي 2. 2 باي 5 10، 10 جريتر ذان 8، يا ف 3 ديت هتبقى ايه؟ 4. وهنا برده نفس الشيء باي 2. 2 باي 2 ايكوالز 4، ال 4 جريتر ذان 9، لا يبقى ال 5 دي تتكتم زي ما هي. وهنا برده نفس الشيء وهكذا وهكذا. طيب ده بدايه يا مستر، مالها؟ اعملها برده، اعملها برده مش فيها مشكله. 2 باي 3 6، 2 باي 7 14. 146 جريتر ذان 100، فعلا يبقى 2 ديت هتبقى ايه؟ 3. طيب في يا مستر مثلا احنا ممكن نعملها كونفيرت، يعني 73 تنزل زي ما هي زي ما انت قلت لنا قبل كده، وال2 0 والدبل 0 ده يتحول ل2 ديسيمال بوينت، يعني بتحط بعد 2 ديجيت. ايوه حط هنا وهنا الطيب خلاص. واعمل ايه الابروكسيميت؟ بس طبعا لما يكون حاجه سهله قدامي مش مشكله لما اقولها للولد. طيب طبعا ده طبعا مسائل كل ده زي ما هي، يعني نفس اللي فوق اخليه برضه يحلها لوحده. اي مساله مباشره زي ديت اخليه هو اللي يحلها، ما احلهاش معاه، ما احلهاش معاه. واتعمد ان انا ما ابصش معاه، يعني مثلا ابص الناحيه الثانيه، ابص في الموبايل، اشوف هو يعمل ايه مع نفسه. تمام تمام. هنا ذا نمبر 254 از ذا ابروكسيميشن اوف نقط تو ذا نيرست يونت. ابروكسيميشن يعني تم تقريبه او تقريب لعدد مين، يعني بيقول لك النمبر ده يعتبر ناتج تقريب لمين هنا.
يعني انا هضطر اعمل ابروكسيميشن لواحد من كل واحد من دولت واشوف مين اللي هيطلع لي 254. وخلي بالك قال لك هنا توزن نيرست يونت وابروكسيميشن فرقت عن الابروكسيميت، لانه هنا كده يعتبر جايب لي الاجابه وعايز السؤال، اخليه هو اللي يحل الاول برضو لوحده، اخليه يعتمد على ذكائه شويه. يعني رقم هنا لما اعمله ابروكسيميشن اقول له كده الرقم هنا نمبر هنا اعمله ابروكسيميشن تو ذا نيرست يونت يديني الريزلت دي. ها هيكون مين؟ هيكون مين؟ اخليه يفكر كده مثلا. ممكن لو قال ديت لان هو بيحب الحاجات اللي في الوسط. طيب تعالى كده نعمل لها ابروكسيميت ال1 ديت تعمل بروفايد لل3؟ لا. طب شوف هنا مطلع لي هنا 4 ما تنفعش. هيبدا فعلا يفهم الفكره ديت ويدور هنا ايه هنا. فال9 ديت هتدي لل3 تبقى 4 4 5 2، يبقى هي ديت، يبقى هي ديت. طب تمام 20 over 3 approximation او approximate to the nearest unit، يعني بقول لي النمبرز ده اعملوا لي approximate to the nearest unit. هي يعني المساله ديت مش شبه اللي فوق اللي احنا اللي كانت في فوق كده في الصفحه؟ لا طبعا مش زيها. قال لا ما زيها، ما دي فراكشن ودي برضو فراكشن، يعني مفيش فيها مشكله خالص، ما دي فراكشن ودي فراكشن، بس ديت 7 اوفر 9. لو جيت تبص هتلاقي النيموريتور هنا سمولر زان الدينومينيتورز بتاعتها، يعني النيموريتور اصغر من الدينومينيتورز، اما لو جيت تبص هنا هتلاقي النيموريتور اكبر بكتير جدا من الدينومينيتورز. ففي الحاله ديت لازم اعمل لها الاول كونفيرت تو ميكسد نمبر، يعني احولها الاول لميكسد نمبر. تمام. طب ليه ما حاولتهاش للديسيمال نمبر؟ لان 3 هنا ما اعرفش هتتعمل مالتيبلاي ايه عشان يديني التاني 100,000. المهم هقول الولد احول الميكسد نمبر 3 باي ايه يديني 20. طب ما فيش، انزل تحت عند ال 19 ما فيش، 18 هتبقى فعلا 3 باي ايه يديني 18 6. والريمندر عندي كام؟ من ال 18 20 2 اوفر نفس الدنومينيتورز هنا 3. خلاص كده بقت زي اللي فوق. بقى هنا بقى عملت ابروكسيميت تو ذا نيرست يونت، اضرب ده في 2 2 باي 2 4 4 جريتر ذان 3 هي فعلا، يبقى 6 ده هتبقى ايه 7، هتبقى ايه 7. طب 652 تو ذا نيرست 1000 اعمل ابروكسيميت هنا واعمل ابروكسيميت هنا واشوف مين البيجر. تو ذا نيرست 1000 يبقى لازم احط 3 0 وابص على الثيرد نمبر او الثيرد ديجيت اللي هو 6. ال 6 يعمل بروفايد على اللي جنبي، اه يعمل بروفايد فيديني 1. اما تو ذا نيرست يونت ده اللي هو ال 8، هل يا ترى ال 8 ديت هتعمل بروفايل على ال 9؟ ايوه، يبقى 10 0 كاري اب 1 هتبقى 9 وال 9 دي زي ما هي. فطبعا هيكون البيجر مين؟ ال 1000. تعالى بقى في الكلام المهم ده جدا جدا والحاجات المهمه دي قوي بقى، يعني الاسئله دي مهمه جدا 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 جدا. واقول لكم على حاجه برضو صعبه للطلبه، صعبه للطلبه بس ان شاء الله هنحلها بطريقه هنا هتبقى سهله جدا على الاولاد. بس يا ريت اي ملاحظه انا بقولها لازم تكتبوها، اي ملاحظه انا بقولها لازم تكتبوها وبتعمل في نوتس كده في ظهر الكتاب بتاع المعاصر. طبعا هو جايب نوتس فاضيه كتير فعشان ايه تبقى مرجع للولد. طيب بيقول هنا انت 7.75 متر ابروكسيميت تو ذا نيرست متر، ابروكسيميت تو ذا نيرست ايه متر. طيب ايه يعني الفكره؟ لما يجيب لنا لو جيت تبص هتلاقي اليونتس هي هي، صح ولا لا؟ هنا متر وهنا برضو متر، يبقى هنا اليونتس هي هياها. هتفرق في ايه يعني؟ لا تفرق كتير. لما يجيب لك اليونتس هي هياها، يعني هنا متر هنا متر، سنتيمتر سنتيمتر، باوند هنا برضو باوند، هنا كيلومتر هنا برضو كيلومتر، كيلوغرام هنا برضو كيلوغرام، هنعمل ايه يعني؟ هي هياها ابروكسيميت تو ذا نيرست يونت. يعني ايه؟ يعني برضو هنبص على الديجيت اللي قبل الديسمال بوينت اللي هو مين ال 7. ال 7 يعمل بروفايد اللي جنبيه؟ يبقى 8 وهنا ايه؟ 9 يبقى 98. بس كده. هتقول طب ما فيش فيها فرق؟ لا ده فيها فرق كتير جدا وبالنسبه للمسائل اللي جايه ديت دلوقتي. شوف كده المسائل اللي جايه وراها. هنا بيقول لي من سنتيمتر لمتر. تعالى بقى السؤال ده بقى ناخده تحت هنا كده. لان السؤال ده مهم جدا. مهم جدا او مهم جدا بيجي في الامتحان. هقول لكم ازاي بيجي في الامتحان. 3187 ماشي، تعالى كده 3187 هنا بيقول لي سنتيمتر تو ذا نيرست متر، 3187 سنتيمتر وهنا بيقول لي متر. السؤالين دولت هم دول اكتر سؤال بيجوا في الامتحان، ودول اكتر سؤالين في الابروكسيميت بيوقعوا الطلبه، ولحد الان في طلبه كتير جدا حتى الشطار بيقعوا فيه.
هتقولي هو نفس السؤال. لا مش نفس السؤال. ليه بقى؟ علامة الابروكسيميت هنا فرقت ما بين دي وبين دي. بجد؟ اه طبعا بجد. هنا ايكوالز وهنا ابروكسيميت، فرقت كتير جدا. ليه بقى؟ لان هنا بقول النمبرز ده عايز يعني اولا حوله لي من السنتيمتر للمتر، ده معنى السؤال، من السنتيمتر للمتر، وبعد ما تطلع الريزلت تعمله لي ابروكسيميت تو ذا نيست يونت. ده معنى الكلام، ده معنى الكلام. اما هنا بيقول النمبر هنا انا عايزك تعمله ابروكسيميت، او ما فيش ابروكسيميت، فتطلع لي الريزلت. انا عايز اعمل كونفيرت من السنتيمتر للمتر، من السنتيمتر للمتر، فاعمله لي ابروكسيميت، فطلع لي الريزلت بتاعته بس. يبقى هنا عايز الريزلت بالابروكسيميت، وهنا عايز الريزلت بس. هنا عايز اعمل له كونفيرت بس، اما هنا اعمل له الكونفيرت وايه كمان، وتعمل له كمان ابروكسيميت. بس دي تبقى صعبه. ما احنا هنحل، ما هي دي بقى مربط الفرس، وهنحلها بطريقه سهله جدا. طب تمام، هنعمل ايه بقى؟ هقول لك نعمل ايه. في الابروكسيميت الاول ماشي، هنا من السنتيمتر للمتر، تمام. المتر في كم سنتيمتر الاول؟ في 100، في 1 ايه 100، وال 100 ده فيها كم زيرو؟ فدبل زيرو. يبقى انا شوف بقى انا عامل ايه، يبقى انا هبص على السكند ديجيت او السكند نمبر هنا. هنا مين؟ الايت. واسال نفسي هل يا ترى الايت بتعمل بروفايد ولا نوت بروفايد؟ الايت تزود على ال 1 تعمل بروفايد ال 1. يبقى 2 وال 3 زي ما هي. بس ثانية واحدة، انت مش لسه قايل هنعملها على خطوتين، هنعمل ديفايد يعني هنطلع ريزلت وبعد كده هنعمل ابروكسيميت. ما دي اسهل طريقة للطلبة، ما بخلوهوش يحلها على خطوتين، لانه كده كده هينسى. حتى لو جيت له في الامتحانات وجيت له في وسط الاسئلة هينساها، حاجة طبيعية هينساها. مهما كان الطالب ده هينساها، هيش شاطر ولا مش شاطر هينساها. يبقى لما اجيب لك علامة الابروكسيميت، طيب احنا قلنا هنا المتر سنتيمتر فيها دبل زيرو، ما ليه ما حطيناش الدبل زيرو؟ احنا هنا بنعمل ابروكسيميت تو ذا نيرست يونت، ما بنعملش ابروكسيميت تو ذا نيرست 100، ما بعملش الكلام ده تو ذا نيرست يونت. طب معلش برضو انا عايز اعرف هي جت ازاي. هقول لك هي جت ازاي. احنا هنا بنحول الاول من سنتيمتر لمتر، يعني هنا من سمولر تو بيجر، وعشان احول من سمولر تو بيجر فبعمل ديفايد. ديفايد 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 ايه؟ ديفايد 100، ديفايد 100. فالنمبر ده بينزل زي ما هو، والدبل زيرو ده بتحول ل 2 ديسيمال بوينت، تحط بعد ايه 2 ديجيت. في الحاله دي بقى لازم اعمل ابروكسيميت اللي هو مين؟ الايت. الايت يدي لل 1 يعمل بروفايد، يبقى 2 و 3. فده الحل النموذجي او الحل على خطوتين. طب بس انا مش هخلي ولد يحل بالطريقه ديت، فعلامه الابروكسيميت هي اللي تقدر تميز لي ان انا اعمل الحركه ديت. هبص على الرقم الثاني. طب هنا لا، دي بقى زي دي، يعني ايه ديفايد؟ يعني مش فاهم. تسال نفسك متر فيها كام سنتيمتر؟ فيها 2 0. يبقى نكتب نفس الرقم زي ما هو، والديسيمال بوينت تتحط بعد 2 نمبرز. بس بس يا معلم، بس كده، بس كده. ده بالظبط اللي احنا هنعمله فوق، وخلاص كده المساله. هنقف لحد كده؟ لا مش مش هنقف فيديو. شوف بس كام دقيقه، 19 ياه 19 دقيقة دولت، عشان بقى هنعمل لهم مونتاج ويتنشر على القناة، ده فايق موال. ما علينا، يعني هنقلب الصفحة كده عشان نجيب له المسائل الشبيهة ليها اهو، زي دي كده. هنا بيقول البي تي تو ال اي، البي تي والال اي دي طبعا احنا عارفين ال اي اللي هي الباوند تو بيسترز، والباوند في كام بيسترز؟ في 100. برضه نفس الكلام، شوف جايب علامة الايه ابروكسيميت. يبقى انا هبص على الايه؟ السكند ديجيت اللي هو الايت. الايت يدي للزيرو، ال8 يدي للزيرو، يعمل بروفايد للزيرو. يبقى 1 وهنا 7، يبقى 71. طب مانسز وير وكلام من ده، برضه سيبها زي ما هي كده. استنى، if the distance between two cities is 4800 meter this approximately equals not kilometer. برضه شوف هنا اللي من متر لكيلومتر، وعايز هنا ابروكسيميت. يبقى انا الكيلومتر فيه كم متر؟ في 1000، يعني 30. يبقى انا هبص على الايه؟ الثيرد نمبر او الثيرد ديجيت اللي هو ال8. الايت يعمل بروفايد الفور، يبقى 5، ما احطش زيروهات. شوف حتى جاب لي زيروهات عشان يلخبطني، لا يبقى 5. انزل تحت كده، هنا برضو ابروكسيميت تو ذا نيرست كيلومتر، نفس الشيء برضو. شوف هنا بيقول، شوف شوف شوف، من الكيلومتر للكيلومتر.
ايه يبقى هنا في ابروكسيميت بقى، يبقى انا هبص ما احط زيروهات ولا كلام من ده بقى، يبقى انا ديت تو ذا نيرست يونت، ما لم نفس اليونتس يبقى تو ذا نيرست يونت. كيلومتر الفور يدي للتو، الفور يدي يعمل بروفايد للتو، لا يبقى 532. طب هنا ما مستر من المتر للكيلومتر، ايوه هنا بقى مختلفين صح ولا لا؟ صح. يبقى انا هعمل ايه؟ هبص على الكيلومتر في كم متر؟ في 30 صح ولا لا؟ في 1000. يبقى انا بص على الرقم الثالث، هبص على النمبر الثالث لو مين ال6، ال6 يدي يعمل بروفايد لل3 يبقى 4 وهنا ايه 6. هنا من سنتيمتر للكيلومتر، من سنتيمتر للكيلومتر في 10000 اسف 100000. طيب وبعدين هبص بقى على الايه النمبر اللي هو الفايف، اللي هو الفيفث نمبر 1 2 3 4 5 اللي هو الفور، الفور يعمل بروفايد لل7 لا، يبقى 7 زي ما هي وال9 زي ما هي. هنا من الديسيمتر تو كيلومتر، من الديسيمتر للكيلومتر طبعا انت عارفين طبعا ان الديسيمتر ده يعتبر اقل من المتر، الكيلومتر فيه كم متر؟ فيه 1000 والديسيمتر هيبقى فيه كمان زيرو، يبقى 4 زيرو زي ما خدنا وحدات القياس على الصوابع في الترم الاول اللي كان متابعني، يبقى في هنا 4 0. هبص على هبص انا بقى ايه على الفورس نمبر 1 2 3 4 وال4، الفور يدي ل6، الفور يدي ل6 ها الفور يدي ل6 يدي لا ما يديش ما يعملش بروفايد، بس 6 زي ما هي و7 و2. من المتر تو كيلومتر برضو هنا الكيلومتر اللي عامله زي دي، هبص على الثيرد نمبر 1 2 3 الفور يدي ل3 لا يبقى 7 3 وهكذا وهكذا. معلش احنا هنكمل الدرس ده الحصه الجايه عشان بس الفيديو طول قوي فهيبقى بالنسبة لي صعب جدا يعني 23 دقيقة فمعليش انا اسف لان لسه في مسائل كمان عشان بس ايه ما تتحلش كروتة ما تتحلش كروتة ما تتحلش كروتة. طبعا هنا لما يقول ال اي و ال اي ده طبعا تو ابروكسيميت تو ذا نيرست يونت فهنعمل هنا باي 2 عشان ايه ان في هنا فراكشن. وهنكمل ان شاء الله الحصة الجاية عشان المسائل ديت برضو مهمة جدا. وفين المسائل دي برضو فين المسائل دي برضو دي برضو مهمة جدا فاحنا هنحلها ان شاء الله الحصة الجاية باستفاضة عشان ما جريش فيها وعشان ما كروتهاش يعني. اشوفكم خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.